أقصى شمال جبال الأطلس المتوسط، مجال التقاء الريف بالأطلس، نقطة تداخل فضاءين متباينين، همزة وصل بين الشمال والجنوب، جبل تازكا. على مساحة تقدر بنحو 680 هكتارا وعلى بعد حوالي 46 كيلومترا عن مدينة تازا، فوق قاعدة من شست وصخور هرسينية ترتفع عن سطح البحر بنحو 1980 مترا، أنشئ منتزه تازكا الوطني. قمة تحيط بها هالة من ضباب، وتكللها غابة من أشجار الأرز التي طالما اعتبرت رمزا لجبال الأطلس المغربية، شامخة شموخها، صامدة صمودها، راسخة تذكر بأيام خلت حين كانت هذه الشجرة واسعة الانتشار رحبة التوزيع. كان الهدف من إقامة هذا المنتزه منذ سنة 1950 هو حماية المصادر الطبيعية التي توفرها قمة هذا الجبل، خاصة خصلة الأرز هذه التي بقيت منعزلة عن غابات الريف وجبال الأطلس المتوسط. 40 سنة بعد ذلك تقرر توسيع المنتزه ليشمل مجالات طبيعية أخرى ذات أهمية إيكولوجية صرفة، شلالات متدفقة، مغارات مثيرة، غابات كثيفة من البلوط بكل أنواعه، مناظر ريفية ممتعة. كل ذلك مدد من رقعة المنتزه لتصير مساحته 14,000 هكتار، كبرت معها الأهداف وامتدت إلى حماية كل نباتاته ووحيشه، مع الحفاظ على غابة الأرز بتازكا النواة الأولى لإنشائه. شمال شرق منتزه تازكا الوطني تنتصب تازا المدينة. مدينة أقيمت على حدود هضبة منحدرة تشرف على الفج الفاصل بين كتلة جبال الريف وجبال الأطلس المتوسط، وتصل ما بين السهوب الجافة للمغرب الشرقي وسهول المغرب الغربي الخصبة. موقعها المتميز هذا والمرتفع عن سطح البحر بنحو 585 مترا جعلها كقلعة تقوم منذ نشأتها بوظيفة عسكرية حمائية بالدرجة الأولى. عرفت تازا استقرارا بشريا متجذرا في القدم، فما عثر عليه من مخلفات بشرية داخل مغاراتها دليل على تعمير المنطقة منذ سالف الأزمان. أقام بها المرابطون إبان حكمهم حصنا لمراقبة الممر الذي يصل المغرب